السلام عليكم طلاب الحلوين، طلاب الصف السادس. ست نور معاكم في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن تمارين المفعول به. كما تكلمنا سابقا، المفعول به هو اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل. علامات نصب المفعول به هي الفتحة في الاسم المفرد مثل يسقي الفلاح الزرع وشجع المدير التلاميذ، وعلامة أخرى للمفعول به هي الكسرة بدل الفتحة في جمع المؤنث السالم مثل كافأت المديرة الناجحات، والياء في كل من المثنى وجمع المذكر السالم. راح ناخذ التمارين. بالنسبة للتمرين الأول، عين المفعول به في الجمل التالية وبين علامة نصبه والسبب. قلنا مفتاح الجواب أولا نفهم صيغة السؤال. التمرين الأول، استخرج المفعول به وبين علامة نصبه والسبب. إذن أعمل حقل للمفعول به وحقل آخر لعلامة النصب والحقل الأخير للسبب. الجملة الأولى، بنى المهندسون سدودا على نهر الفرات. قلنا الجملة من تبدأ الفعل، يعني هي جملة فعلية. بنى فعل ماضي مبني على الفتح، المهندسون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. أين المفعول به؟ قلنا اللي وقع عليه فعل الفاعل سدودا. مفرد سدود أعزائي الطلاب سد، الجمع سدود وهو نوع الجمع تكسير. قلنا جمع التكسير هو تغيير بصورة المفرد. إذا المفعول به سدودا، علامة نصبه الفتحة، السبب لأنه جمع تكسير. الجملة الثانية، شكرت المديرة المتفوقات. أيضا الجملة فعلية لأن بدأت بفعل، شكر فعل ماضي والتاء تاء التأنيث الساكنة، المديرة هي الفاعل مرفوعة بالضمة لأنها مفرد، المفعول به المتفوقات. علامة نصب المتفوقات الكسرة بدل الفتحة، السبب جمع مؤنث سالم. لاحظتم جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة بدل الفتحة. الجملة الثالثة، سجل اللاعب هدفين، المفعول به هدفين، علامة نصبه الياء، السبب لأنه مثنى. الجملة الرابعة، قدمت المعلمة الدرس بوضوح. قدم فعل، التاء تاء التأنيث الساكنة، المعلمة فاعل، الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. الجملة الخامسة، تساعد الدولة الفلاحين. الفلاحين هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، علامة نصبه الياء، السبب جمع مذكر سالم. بالنسبة للجملة السادسة، يحترم الناس العالم. العالم مفرد وهو المفعول به منصوب بالفتحة لأنه مفرد. الجملة الأخيرة من التمرين الأول، اكتشف ابن النفيس الدورة الدموية. اكتشف فعل ماضي مبني على الفتح، ابن النفيس الفاعل هو الذي قام بالفعل، المفعول به هي الدورة الدموية، علامة النصب الفتحة لأنه مفرد. نلاحظ الصيغة الأخرى من صيغ أسئلة المفعول به. التمرين الثاني يقول، اجعل كل كلمة من الكلمات التالية مفعولا به في جملة مفيدة، ثم بين علامة نصب المفعول به والسبب. إذا أعطاني كلمات يغيد تقع هذه الكلمات مفعولا به. أنا حتى أعمل كلمة مفعول به لازم أجيب قبل فعل وفاعل حتى هي تصبح مفعول به وتكون منصوبة. يعني الجملة الكلمة الأولى العفو عندنا الشجرة، نضع الفعل والفاعل حتى تقع الشجرة مفعول به. أقول سقى الفلاح الشجرة، طلب مني علامة نصب المفعول به، أقول الفتحة، السبب لأنه مفرد. الجملة الثانية أو الكلمة الثانية، الباحثين. أقول كرمت الجامعة الباحثين، علامة نصب المفعول به هي الياء لأنه مثنى. بالنسبة للجملة الثالثة، كرم المدير المجتهدين. كرم المدير المجتهدين، المفعول به هي المجتهدين، علامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. الجملة الرابعة، قطفت الفلاحة التفاحات. التفاحات المفعول به، علامة النصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. الجملة الخامسة، يحب الشعب القائدة. القائدة هو المفعول به منصوب بالفتحة لأنه مفرد. الكلمة الأخيرة، قلم، اشترى الطالب قلما، المفعول به هو قلما، علامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. بالنسبة للتمرين الثالث، لاحظ عزيزي الطالب صيغة السؤال. يقول ضع كل فعل مما يلي في جملة مفيدة تشتمل على مفعول به واضبطها بالشكل. انطاني أفعال وخليها بجملة مفيدة تشتمل على مفعول به. إذا نخلي فعل وفاعل وبعده يأتي المفعول به.
الأفعال: رسم، فتح، أصاب، يرمي، يساعد، وأكتب. لاحظوا أول جملة: لوحة. أقول: رسم الفنان لوحة. الجملة فعلية، بدأت بفعل فاعل، لوحة مفعول به منصوب بالفتحة لأنه مفرد. الجملة الثانية: الباب، فتح الولد الباب. أيضا جملة فعلية تتكون من فعل فاعل ومفعول به منصوب بالفتحة لأنه مفرد. الجملة الثالثة: أصاب الصياد فريسة. جملة فعلية تتكون من فعل فاعل ومفعول به منصوب بالفتحة لأنه مفرد أيضا. بالنسبة للجملة الرابعة: يرمي اللاعب الكرة. يرمي فعل، اللاعب فاعل، الكرة مفعول به منصوب بالفتحة. الجملة الخامسة: يساعد المحسن المحتاجين. لاحظ الجملة فعلية، يساعد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، المحسن هو الفاعل مرفوع بالضمة لأنه مفرد، وهنا المفعول به مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. الجملة السادسة: أكتب قصيدة. أكتب فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، قصيدة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. بقية التمارين واجب غدا منكم على دفتر القواعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.